في الفقرة دي هنتكلم عن مصمم مصري عالمي اسمه كريم رشيد، واللي قدر يحفر اسمه في عالم التصميم والإبداع، واللي بيعتبر أكتر أبناء جيله من حيث الإنتاج وتنوع الابتكارات، لأن عنده أكتر من 4000 تصميم في أكتر من 45 بلد حوالين العالم. تعالوا نعرف أكتر عنه في التقرير ده. كريم رشيد المصمم الصناعي الأشهر حول العالم ومصمم الديكور والعمارة، الذي سطع نجمه نتيجة لأسلوبه المتفرد في التصميم، والذي ما إن تقع عينك على أحد تصميماته إلا وتعرف في الحال أنها بتوقيع كريم رشيد. هو من أصول مصرية، يتمتع بحس ونكهة خاصة جدا في التصميم جعلته يصل للعالمية، لتنتشر مشروعاته وأعماله في التصميم المعماري، ما بين تصميم لمباني ومنتجات صناعية أو تصميمات داخلية لمراكز تجارية وشركات ومؤسسات دولية وفنادق ومنتجعات سياحية حتى محطات مترو الأنفاق. وتشمل أعماله تصميم الأثاث والإكسسوارات والموضة والمفروشات والديكورات الخارجية والأعمال الفراغية، بخلاف أعماله في تصميم الإضاءة وغيرها من الكثير. تنقلك أعمال كريم رشيد إلى عوالم أخرى، تسبح معها في رحلات مثيرة مليئة بالألوان ومفعمة بالسحر والإشراق. أسلوب كريم رشيد المتفرد في التصميم يمكن أن نصفه بالأسلوب الحيوي، حيث نرى دائما عناصر تشع بالحيوية والنضارة من خلال خطواتها المرنة المريحة للأعين، حيث النعومة والرونق والخفة مصاغة بحيوية شديدة في كل قطعة، لنرى في النهاية عملا فنيا. كريم يحب استخدام خامة البلاستيك، والتي تعد خامته المفضلة في تنفيذ تصميماته، والتي تساعده بسهولة على خلق عالمه من المنحنيات والخطوط الدائرية نظراً لسهولة تشكيلها، إلى جانب بعض الخامات كالمعادن والتي يستخدمها كمكملة للبلاستيك مع السيراميك والزجاج. للوهلة الأولى تصاحبك بهجة شديدة عند النظر إلى تصميمات كريم رشيد. هذه البهجة سببها الرئيسي باليتة الألوان الخاصة به، والتي تغلب على معظم تصاميم الديكور التي قدمها، فاللون الأبيض هو المادة الخام التي تطغى على أغلب تصميماته وحتى ملابسه، فالأبيض عند كريم هو فقط الخلفية أو الإطار اللوني المحيط بألوانه الأساسية المفضلة، منها الماجنتا والأصفر، والتي يستخدمها كريم بعناية فائقة ويمزج بينها بهارمونية تجعل التصميم يشع بالإشراق والفخامة والحيوية. فاللون الزهري أو الماجنتا مع الأصفر يعطيه الدفء والسخونة، ويضفيان المرح إلى التصميم، أو الأزرق والتوركواز، فيخلقان بعض البرودة والجدية. تتوسع اهتمامات وهوايات كريم رشيد لتشمل أيضا تكنولوجيا الصوت والعمل كدي جي في أوقات فراغه، والتي تجعله ينطلق من عوالم وأفاق موسيقية خاصة تعضد من إبداعه وتثير مشاعره، لتحفزه على الإنتاج والتصميم أكثر فأكثر.